حبيب التجار ورجال الأعمال محمد الدريم. قبل فترة صور واحد من الأشخاص وتفاجأ الشخص بأن الدريم يقدم له سيارة. أمور تفضل. وش تقول؟ لو تبي هدية لي أنا؟ أقسم بالله أنك تستاهلها. تم. محمد الدريم يقدم سيارة، والله عجيب، والله من متى الدريم يعطي؟ أذكر أنه يأخذ ما يعطي. الناس ما صدقت الدريم وقالوا مستحيل يعطيه سيارته. رجع بعدها ومعه نفس الشخص اللي طلع بمقطع الباترول الأول وخيره من معرض سيارات كلاسيكية، يقولون أن المعرض تابع ليزيد الراجح. عاد ما نعرف صدق هو ولا سواليف، لأن الهب في السوشيال ميديا ما يوقف، خاصة من بعض المشاهير. ما راح أقول المشاهير، بعض المشاهير. طول عمرك وشو له جايب من هنا؟ أنا أقول لك أنت حلفت من البترول. أنا جيت على الموقع أثرني في معرض، حلفت من البترول وعلى الحلف. تدري ليش جايبك هنا؟ أنا بقول لك جايبك عشان تتفرج على سيارات يزيد بس وتصورها. تحسب إنه بيعطيك شيء؟ اليوم السيارة اللي تجوزك من هنا، سواء كلاسيكية مثل كذا ولا الصغيرة ذيك ولا جميع السيارات، أبو محمد يعطينا وخلينا نتجمع عنده القريب والبعيد. الله يطول عمرك. جعل عمره طويل، الله يعطيه الصحة والعافية. أها، الوضع هدايا على حساب الراجحي مو من حسابك، والمشكلة إنه يهايط، هذا اللي يقهر. الولد تغير، صار من يحب رجال الأعمال. بالله صدق تغير وصار يحب الطفارة؟ لأن أذكر ترى يقول ما يحب الطفارة، عاد ما أدري عنه والله. ما أدري إيش أقول صراحة. أنا أحب اللي عندهم ثروات، الطفارة ما أحبهم. يقولون الناس بعد سالفته هذه يوم قال ما أحب الطفارة صار يوزع على الناس سيارات وجوالات. كريم ما شاء الله عليه كريم. وش حلمك في الحياة؟ حلمي في الحياة أني شفتك. أنا أسألك سؤال. سؤال رد. الله حلمي في الحياة. هذا إيش عندك حلم بسيط؟ يعني أنا إيه؟ ما أعرف أنا وصلك، أنا راح أحقق لك حلم بسيط. غير البيت غير السيارة. إيه؟ غير البيت سيارة. شو؟ سرعة. جوال. جوال إيش؟ جوال آيفون 15. والله قسم بالله تستاهل. لبى قلبك والله تستاهل الطيب. حبيبي والله ابو مهدي جعلك تسلم. الله يسلمك. ربي حاط عندي له اسبوع على طاقه تستاهل. الحمد لله يعطيك العافيه والله. ما ادري ايش اقول لك والله صراحه. لبى قلبك والله. ابي واحد بس يقنعني انه مو تمثيل. الجوال جاهز بالدرج يحسبها مناديل. حتى اللي اخذ الجهاز حاول يمثل الفرحه بس للاسف ما زبطت معه. صحيح انك شخص مبدع بس خلاص يا دريم، عرفنا انك غيرت رايك وصرت تحب الطفاره. فكنا خلاص من المقاطع ذي حقت الهدايا. الله يرحم والديك.